يبدو أن أزمات إقامة الحفلات الخاصة بمحمد رمضان لن تتوقف. النجم المصري يجد نفسه هذه المرة مرفوضاً في بلدين عربيين بعد حملة ضد إقامة حفلته في إسكندرية. محمد رمضان كان قد أعلن عن حفلات له في دمشق والدوحة، لكن إعلانه قوبل بالنفي من قبل مسؤولي الثقافة والفن في البلدين. ندى حجازي مع التفاصيل. خلينا نشوف رأي الشارع المصري، هل أنتم مع أم ضد محمد رمضان ولماذا؟ مش مع محمد رمضان، هي لحاجة شخصية، لأن أنا مش متقبل بعض السلوكيات اللي بيعملها، اللي هو زي الأنا العالية قوي دي. أنا مع محمد رمضان في التمثيل بس، أما ضده في المهرجانات والكلام اللي يعني هو مش واضح فيهم. لا، أنا ضد محمد رمضان طبعا، لأن هو شخصية عامة، أي شخصية عامة لازم تحترم إنها مؤثرة، فما ينفعش يقول انا حر اعمل اللي انا عايزه، لا انت بتاثر على كل الناس، وفي ناس بتقتدي بيه، فعشان كده انا ضده تماما. بص، انا شخصيا يعني ما حبيتوش قوي، ما بحبوش يعني، مثلا ايه، حتى مثلا ممكن في رمضان او مثلا لما بتفرج على مسلسلات وكده، لو بتفرج امري ما احب اللي انا اتابعه. انا ضد محمد رمضان لانه بيوصل لجيل جيل كله تقريبا اللي طالع عمال يقلده، فالاطفال بقت بايظه يعني. لا، انا ضد محمد رمضان، لان الكام فيلم اللي عملهم الفتره الاخيره دول بوظوا الشباب خالص، يعني شباب كتير ماشيين بحور البلطجه والدنيا دي كلها، بوظ الدنيا خالص. هو كممثل هو طبعا من اعلى ممثلين في الساحه حاليا، لكن هو كمغني هو حاله، بالنسبه لنا هو حاله، انا ما بسمعوش. محمد كويس واجتهد وبقى انسان كويس، واحنا بنشكره على النجاح اللي هو فيه دلوقتي، وبالعكس ده احنا بنساعده على اساس انه يخلي الشباب يعني يكونوا مثال ليه، لكن للأسف الشباب بياخدوا منه الحاجة السيئة. في فقرة مع وضد من القاهرة ينضم إلينا الناقد الفني نادر العدلي وأيضا الناقد الفني رامي المتولي. أهلا بكم معنا في صباح العربية. أبدأ معك يا نادر، يعني محمد رمضان فنان مصري مشهور، حققت أغنيته ملايين المشاهدات وكان في أول شهرته، ما الذي حصل لمحمد رمضان؟ ما يعني ما نقدرش نقول ان في اضافه، ما يعني رمضان ظهر كراجل ممثل ليه اعمال دراميه، قدم عدد جيد جدا من الاعمال دي، للاسف الشديد معظمها ما كانش على المستوى اللائق، يعني في دايما قول يقال ان رمضان ممثل كويس قوي، انا شخصيا موافق على انه ممثل كويس جدا، لكن انت بتقيم الممثل الكويس من خلال العمل الكويس، يعني بقدر ما تقدمي اعمال. طيب استاذ نادر، اعمال غني طيب كمان مشهوره كتير والناس بتسمعها وبتحبها، كمان نقدر نقول اعمال كويسه؟ والله هي مش كويسه او كويسه، مش انا اللي هقدر احكم عليها، اولا هي بتتعرض لجمهور محدد، تذكرة رمضان من أعلى التذاكر اللي ممكن تتباع في أي منطقة، وخاصة في مصر يعني، وبالتالي جمهور خاص جدا بيروح لرمضان، لكن بيلاقي معاه الأمر الثالث أو العنصر الثالث اللي مفقود أساسا في الشارع المصري كغناء، يعني في أغاني المهرجانات وفي أغاني بتاع ويجز ومجموعته، وفي رمضان اللي هو بيقدم الاستعراض بالإضافة للأغنية اللي هو بيقدمها. هذا الإطار نفسه أولا متاخد من الأمريكان. رمضان بيعمله كويس قوي قوي يعني، لكن لجمهور محدد جدا. طيب هنا هو أصلا بيفرض نفسه. هسأل سيد رامي، يعني هناك جمهور يعشق أغاني محمد رمضان، هناك جمهور يعشق تمثيل محمد رمضان، ما الذي حصل مع محمد رمضان لتصل أو تتصاعد أصوات مطالبة بمقاطعة حفلاته عربيا؟ هل سبب في أداء محمد رمضان مؤخرا أم في تصرفاته وتصريحاته التي اعتبرت مثيرة للجدل؟ لا، الموضوع هنا له شقين رئيسيين.
أعتقد أن الشق الأول له علاقة بطريقة ترويج محمد رمضان للبرسونة بتاعته على السوشيال ميديا. يعني محمد رمضان ممكن يكون الطريقة اللي بينال بيها شهرته على السوشيال ميديا ممكن تكون فيها بعض من الاستفزاز أو بعض من المناوشات ما بينه وما بين نوع معين من الجمهور. فدي طريقة متبعة عند كتير من الانفلونسرز وكتير منهم بيروح للطريقة دي علشان يقدر يحافظ على نسبة المشاهدات العالية ويحافظ على الترافيك والتواجد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بكل الأشكال والصور. دي طريقة طبعا زي ما قلت لحضرتك متبعة في كل حتة في العالم، وهو ذكي جدا وقادر يدير الشخصية بتاعته. طيب على سيد رامي، احنا هاي الفقرة اسمها مع قد تستفز البعض. ايوة انت مع مقاطعة حفلات محمد رمضان ولا ضد المقاطعة؟ لا يا فندم، أنا ضد المقاطعة تماما، أنا ضد مقاطعة أي نوع من أنواع الفن. يعني كل أشكال وأنواع الفنون سواء أنا متقبلها أو غيري متقبلها أو أنا أرفضها أو غيري رفضها هي متاحة، لأن دي وسيلة تعبير. فبالتالي الضدية أو رفضها أو التعليق عليها يكون بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة. يعني ما ألجأش لإجراء عنيف زي المنع، ما أقدرش ألجأ لإجراء عنيف زي أن أنا أتطاول على شخص لمجرد أنه هو بيغني بطريقة مش عجباني. دي أنا شايف أنه هو يعني نوع من أنواع الإفراط في استخدام حق من الحقوق أن أنا أمنع. يعني ده في الأول وفي الآخر فن، ممكن أرفضه، ممكن ما أشوفوش، ممكن ألجأ لوسائل كتير جدا غير أن تطلع صورة فنان معمول عليها إكس بالأحمر، أو يطلع شخص يقلل من هذا الفنان ويقول أنا مش مستعد أستقبله في المحافظة اللي أنا ساكن فيها أو في الدولة اللي أنا ساكن فيها. ده إجراء عنيف جدا من وجهة نظري يواجه به الفن يعني. طيب سيد نادر، حملة المقاطعة توسعت عربيا من الإسكندرية وصلت إلى سوريا وقطر، ما رأيكم بهذه الحملة؟ والله هو أنا شايف إن مفيش حاجة اسمها المقاطعة أساسا يعني. يعني إذا كانت الدولة سواء في مصر أو غيرها بتمنع بعض الأفلام، بعض الكلمات في بعض الأغاني في إلى آخره يعني، فدي مقاطعة رسمية بتكون من مصادر رسمية داخل البلد نفسها. نيجي للمقاطعة اللي بتحصل في السوشيال ميديا دي، دي مش مقاطعة، أنا والله مش بحب رمضان فمش هروح حفلته، شكرا مع السلامة. صح. واحد تاني لا ده الراجل بيقدم شغل أنا ما شفتوش مع حد تاني فهيروح له، فبينزل في الأغلب الصورتين مع بعض. ناس بتدعي طول الوقت إنها بترفض رمضان وناس أخرى بتقول أنا مؤيدة ليه، والمؤيدة ليه دي بتثبت نفسها بمعنى أن الراجل مستمر. يعني رمضان بيغني بقاله أكتر من 3 سنين، حفلاته مستمرة، جاب فرق من برة، اشتغل مع مطربين من المغرب، يعني عمل جو ما أو حالة فنية ممكن حضرتك تقبليها أو ترفضيها. طيب مقياس المقاطعة أو عدم المقاطعة في إيه؟ أنا هروح أشتري التذكرة وفي واحد غيري والله يقول ما يسويش التذكرة دي، أنا هشوف بيها مطرب آخر أو شكل آخر من الأشكال. فالمقاطعة هي الصيغة الجماهيرية اللي بتقول النتيجة النهائية للرأي في هذا المطرب سواء رمضان أو غيره. ما هو في مليون مطرب في العالم العربي، الناس بتروح لبعضهم وبترفض تروح لبعضهم آخر، يعني في حالة تذوق ما إحساس أو حميمية مع هذا الذي يغني. لكن اللي ما فيش شك فيه إن رمضان عامل حالة وإن الحالة دي مستفزة عن طريق الدعاية اللي هو بيستخدمها. يعني لما يقولوا في اسكندرية إحنا مش عاوزين محمد رمضان فتيجي الحفلة مبيعاتها تبقى قليلة جدا ونادرة، وبعدين هو يواجه ده ويبتدي الإعلام المصري يساند رمضان يقول يعني إزاي الراجل ده ما يغنيش في بلده يعني. فهنا الإعلام ابتدى يخضع للسوشيال ميديا.
ويبتدي رمضان يعمل شو من نوع آخر، يجيب شوية موتوسيكلات وشوية عربيات ويبرر بيهم في شارع الشوارع في اسكندرية. طب هيجي بعد كده يقولك والله أنا هعمل في اسكندرية يوم 5 أكتوبر وحاجي يوم 6 أروح دمشق، ويوم 7 مش عارف هروح قطر أو كذا. أيا كان بقى، المشكلة هنا إن المقاطعة ما بقتش جماهيرية. صح. يعني ابتدى مسؤول في دمشق يقول لا احنا مش مرحبين. طب اكيد سيد نادر، يعني في اصوات ترفض محمد رمضان لكن في اصوات كثيره تحبه وتحب فنه وتمثيله. شكرا جزيلا للقاهره الناقد الفني نادر العدلي، وايضا الناقد الفني رامي المتولي، شكرا جزيلا لكم.